نصرة ديننا وقضايانا وفق وحدة صف واجتماع كلمة. فكم وكم عانت الأمة قبل عقود من وراء دعوات وأطروحات، ما جنت منها البلدان الإسلامية إلا خرابا ودمارا وتشريدا وتهجيرا. فالأمة المسلمة يجب أن تستقبل الفتن بالتعاون المثمر والأخوة الإيمانية والنصرة الإسلامية بقواعد الشريعة وأصول الحكمة التي تقبل بإذن الله رؤية الأمور بمنظور واضح للعواقب والمآلات بصلابة إيمان صادق مع الله جل وعلا. ومتى صدقت النوايا وكان العمل صوابا على ضوء السنة لنصرة الإسلام وأهله ووفق تصور واضح راسخ مدروس مبني على الثوابت الإسلامية لا على العواطف المحمودة فقط، كانت العاقبة حميدة والمآلات ناجحة والأمل مثمرا. ولهذا فما أعظم من اتفقت عليه الأمة اليوم حكاما وشعوبا من الاهتمام بقضية العالم المطروحة هذا اليوم من الظلم الأعظم والإرهاب الأكبر والجرم الذي تعجز الكلمات البليغة عن وصفه وعن وصف قبحه وفداحته، من المغتصبين المحتلين على أهل غزة. فيا أهل الإسلام تعاونوا وتناصحوا وناصروا إخوانكم بكل ما يمكنكم مخلصين لله في ذلك ومتعبدين لله وحده راجين نصره وعزه وتمكينه على حرص كامل لوحدة الصف واجتماع الكلمة وحذر من مكائد الأعداء وحقائر المتربصين. وأما الذين يتخذون من